إلى قيادة شرطة بابل والأجهزة الأمنية جميعا في محافظة بابل. يوم أمس انسحبنا من الطريق الدولي حفاظا على أرواحنا وأرواحكم وسلميتنا، ولكن احذروا الحليم إذا غضب، واليوم بدأ غضبنا يتصاعد وستكون خطوة تصعيدية. سنجعل المحافظات أجمع تتكلم بها والعراق سيشهد لنا. وهنا نحذركم يا قيادة شرطة بابل بعدم التدخل نهائيا، وإذ أرادوا أن يقمعونا فاجعلونا نتصرف معهم لا معكم، لأن الصبر نفد، ولا تضغطوا علينا أكثر من هذا. اليوم أو غدا ستشهد الحلة تصعيدا لم تشهده إطلاقا. هذا والسلام عليكم.